شل يا سيدي مع الدمم ونتيجة الهمم ومشمخ الأنوف ذوات الشمام وعنوان البر الديان حيث الحسنات المكتبة والأوقاف المكتبة والقبل كأنها أزهار مجودة بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. هذا المشروع هذا كيدخل في اطار الانشطه الكبرى لوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه، يعيد الاعتبار للمواقع التاريخيه، واليوم نشتغل كنموذج على موقع شاله من خلال حضارتين اساسيتين دازوا في هذا الموقع اللي هي الحضاره الرومانيه والحضاره المرينيه، من خلال يعني مشاهد تمثيليه تستلهم تلك يعني الحقب، كيدخل في اطار مسرح المواقع ولكن بطريقه جديده ومبتكره. هذا المشروع كيشتغل فيه ازيد من 300 متدخل ومتدخله من فنانين وفنانات وتقنيين وفنيين وعاملين، وطاقم الذي يشتغل في هذا العمل هو كل مغربي 100%. الحمد لله هذا المشروع لقى الان واحد النجاح كبير جدا من خلال الزوار اللي جاوا لا الاجانب ولا المغاربه، والهدف من هذا المشروع هو انه يعمم على باقي المآثر التاريخيه المغربيه، لاننا الحمد لله مملكه ضاربه في القدم، هناك مجموعه من الحضارات كانت في هذه الارض السعيده، لذلك يجب علينا اعاده احيائها فنيا، وان نحيي ايضا جدراننا التاريخيه ليس فقط من خلال الصور او من خلال الزيارات، ولكن ايضا من خلال اعمال كبرى اللي كتعرف بالتاريخ والحضارات اللي مرات من المغرب. الان كنتواجدوا في شاله اللي اشتغلنا على واحد العرض مسرحي اللي كيرسخ الثقافة والتاريخ ديال الحضارة المارينية والحضارة الرومانية اللي كانت هنا في شالة. العرض قمنا بالاشتغال عليه برفقة المخرج أمين ناسور اللي صراحة عاونا بزاف في إدارة الممثل وفي سواء في من ناحية ديال اللعيب ومن ناحية ديال يعني قبل ما تلعب هذا السبيكتاكل خصك ضروري دير واحد لا غوشيرش على كلا الحضارتين. يعني ماشي في الاول كانت واحد لا غوشيرش قبل ما نبداو نجيو هنا، يعني كل ممثل قام بواحد الاشتغال قبل ما نبداو نتوشيو زعما كاينه لو تيكست ولا نتوشيو لي بيرسوناج، حاولنا نعرفوا يعني التاريخ ديال الحضاره المارينيه، التاريخ ديال شاله، التاريخ ديال الحضاره الرومانيه، ومن بعد دزنا لاسين وعاونا بزاف استاذ امين ناسور وجميع الطاقم اللي كيتواجدوا هنا سواء من تقنيين. وبغيت نشكر بهذه المناسبه وزير الثقافه اللي فكر في هذا المشروع اللي كان كيفكر فيه مش حال هادي، واليوم استطعنا باش نرسخوه. بغيت نقول له شكرا مع هذا المنبر، وشاله هي واحد غير موديل من بزاف ديال لي موديل اللي جايين ان شاء الله غادي يداروا في وليلي، مازال غادي يداروا ان شاء الله في طنجه فليكسيوس، وهو مشروع كبير اللي كرهنوا عليه حنا كخريجي المعهد العالي وكطاقم من وزاره الثقافه على راسهم السيد الوزير. الوفاء والرجوله ما كانوش كتفهموا حاجه وحده بهذا الشيء كامل اللي الحافظ على ذوك الهويه ديال البلاد. وبالوي تاتي فيها هوا مستقيمة سيري شاد الطريق حين لا تنوم شيئا أو كما هجم الصبح هجوم الحرب.